مرحبا، نحن معكم بدوارة بعقلين. اللي عم تشوفوه قدامكم هيدا مدفع اسمه تايب 59، مدفع صيني. هذا المدفع عياره 130 مليمتر، هو نسخة على المدفع الروسي M46 لعياره كمان 130 مليمتر. رح خبركم شوية تفاصيل عن هالمدفع. هلا البعض بيضيعوا بشكله هذا المدفع، لانه هو بالشكل بيشبه المدفعين الروسيين، المدفع D20 152 مليمتر والD74 122 مليمتر. تقريبا اذا بتطلعوا بصور هالمدفعين اللي عم بقول لكم عنهم الروسيات هن نفس الشكل، بس بالاداء وبالاسطول وبالعيار هالمدفع الصيني هو مثل على مدفع M46 اللي هو عيار 130 مليمتر. هلا مثل ما بتشوفوا اكيد مثل كل المدافع السوفيتيه والصينيه النسخه عنا، المدفع بيبقى له مثل نوع درع، لانه دائما المدافع الروسيه والسوفيتيه والصينيه بالمبدا كانت تستعمل الا القصف البعيد المدى او للقصف المباشر، فكانوا رح يكون بقصف مباشر غير ما بكون عندها درع حمايه. طبعا هالمدفع الرامي بيكون في هون. هلا اكيد بتلاقوا هودي اثنين، وحده لحتى تبرموا يمين شمال، وحده لتعليه، وعاده بيكون في هون الفيزور اللي منه بيطلع الرامي لحتى يسدد الرمايه. طبعا بيفتح المدفع من هون، واكيد له حبل بينشد الحبل مثل كل المدافع. هلا المنيح بهذا المدفع انه غير انه مدفع ميدان بعيد المدى، كمان كان له منظار لحتى يستعمل بالرمي المباشر. هالمدفع مثل ما قلنا الصيني، اول شيء استعملوه بلبنان الفلسطينيين والمرابطون، بعدين دخل خدمه بالحزب التقدم الاشتراكي، بعدين باخر الثمانينات حصلت عليه القوات اللبنانيه من العراق. هالمدافع هيدي اللي كمان كانت تستعمل كمدافع ميدان، بحرب الالغا القوات اللبنانيه قامت بتحصين بعض هالمدافع ببعض الاماكن لحتى يتم فيها الرمايه مباشره. بنفس الوقت الجيش اللبناني بقياده الجنرال عون اللي كان حصل على هالمدافع من القوات اللبنانيه بحرب التحرير، كمان قام بتحصين مدافع من هالنوع على بعض التلال، وصارت هالمدافع الصينيه النوع بالقوات وبالجيش اللبناني ترمي على بعض خلال حرب الالغا. وانعرفت هذه الحرب بمدافع في منهم سموهم مدافع النفرون لانه كانوا محصنين كثير، وكانت الغلبه للي بصيب المدفع الثاني قبل. فاذا مثل ما شرحنا لكم هالمدافع كان لها دور اساسي بالحرب اللبنانيه ككل، وضمن بسلاح المدفعيه بالقوات اللبنانيه، وبالتحديد بحرب الالغا كمان. هالمدافع بتمتاز انها سهله الاستعمال وقليله الصيانه، هالشيء بخليها تستعمل لساعات طويله وايامات طويله دون صيانه، يعني دون اللجوء الى اي صيانه معينه. هالشيء خليها تكون مدافع كثير واحد يتكل عليها بالمعارك، وبرهنت على النجاح باهر بكل المعارك. كان معكم سامر أسيس لصفحه التاريخ العسكري للقوات اللبنانيه.